مساكم الله بالخير والنور والسرور. قبل ما استعرض معاكم عناويننا حق الليلة، أبي أوقف عند موقف استوقفني اليوم. كنت في إحدى المدارس عندهم فعالية اسمها Community Helpers، أو مثل ما يسمونها في بعض المدارس الثانية Career Day، يعني يوم المهن للأطفال. مضمون هذه الفعالية أن يعلمون الطالب وينمون عنده طموحه الوظيفي في المستقبل، يعني باختصار يعلمونه شنو يبي يصير لما يكبر. طبعاً كل طالب في هذا اليوم يلبس لباس الزي للوظيفة اللي يطمح أن يصيرها لما يكبر. عاد منظر حلو لتشوفه، تشوف أطفال لابسين، بعضهم لابسين لبس شرطي أو لبس طبيبة أو لابس ثياب مطافي أو لابس ثياب قوة الدفاع. عن نفسي أنا أؤمن بأن الطفل لما تزرع عنده طموح وتخلق له البيئة المناسبة يكبر الطفل ويكبر معاه حلمه. يعني إذا تنمي عند ولدك أو بنتك الحس الوطني وتعلمهم أهمية الدفاع عن الوطن، راح يكبرون وهم شايلين هم الدفاع عن الوطن. سؤال يستوقفني هني، ليش وزارة التربية والتعليم ما تحتفل بيوم الدفاع ويوم الشرطة وتطلب من الطلبة في هذا اليوم أن مثلاً يلبسون زي عسكري أو لبس يشبه لبس الشرطة، أو يسوون لهم أي فعالية ثانية تعزز عندهم أهمية هذا اليوم؟ ليش مثلاً بعد مو وزارة الإعلام تشتغل على إنتاج مسلسل كرتوني يعزز دور رجال الأمن والدفاع في الحفاظ على الأمن؟ يعني تذكرون على أيامنا يمكننا صغار كان عندنا رسوم متحركة وشخصيات حبيناها وربينا عليها مثل النقيب خلفان وغيرها. هذه الرسوم المتحركة ممكن تخلق لنا جيل طموحه أنه يصير رجل أمن أو يشتغل في الدفاع. وغير كذي ترى هذه الرسوم المتحركة تعطي انطباع إيجابي عند الطفل اتجاه العاملين في السلك الأمني والعسكري. يوم الدفاع يا جماعة مو يوم للعاملين في السلك العسكري بس، هذا يومنا كلنا. هذا اليوم اللي البحرين بنت وأسست فيها قوتها العسكرية، هذه القوة اللي هي حصننا وهي أمننا. هذه القوة حتى إذا ما شفناها منتشرة في أوساطنا في الشوارع الحمد لله للأمن اللي احنا نعيشه، إلا أن لها دور كبير وأساسي ومحوري. هذا اليوم لازم ما يمر مثل باقي الأيام. هذا اليوم لازم كل شخص فينا يتباهى بمنجزات وزارة الدفاع ويقدر أفعالهم سواء كانوا رجال أو نساء يشتغلون في هذا السلك. إذا قلنا لكم شكراً فهي قليلة جداً في حق كل الجهود اللي تسوونها عشان تحمون ديرتنا. خل الحين أستعرض معاكم فقراتنا حق هذه الليلة وعقبها أنتقل حق زميلي بسام. حياكم الله. ولأن البحرين تحتفل اليوم بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، احنا كذلك نهني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين بمناسبة هالذكرى العزيزة على شعب البحرين، الذكرى 49 على تأسيس قوة الدفاع. ونهني أنفسنا ونهني كل بيت في أسرته عنصر من عناصر قوة دفاع البحرين، وأكيد أنكم فخورين. وما يفوتنا طبعاً أن نحيي قوة الواجب من رجال قوة الدفاع المرابطين حالياً على خط النار، وما نقول إلا الله ينصركم ويردكم لأهلكم سالمين وغانمين. ونحيي كذلك كل أم وأب وزوجة على صبرهم، وأكيد كذلك أنهم فخورين برجالهم لأنهم مو مجرد جنود مرابطين على الحدود، بل هم إذا صح التعبير قاعدين يخطون ويوصلون كتابة تاريخ قوة دفاع البحرين. 49 سنة مرت على تأسيس قوة الدفاع، وتحديداً في عام 1968 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد الراحل، وفي نفس السنة تزامن تخرج جلالة الملك المفدى الله يحفظه من كلية مونز الحربية في المملكة المتحدة، وفي نفس السنة صدرت الإرادتين بتأسيس قوة دفاع البحرين، وتم تعيين جلالة الملك المفدى قائداً عاماً لقوة دفاع البحرين. من ثم بدأت مرحلة جديدة من مراحل العطاء الوطني، وما زال جلالة الملك المفدى الله يحفظه قائدها وحاديها، وواصل بناء هالصرح الشامخ وتم وضع اللبنات الخاصة فيه لما تشكلت وحدات قوة دفاع البحرين وتأسس سلاح الجو الملكي والقوات البحرية الملكية. أهم المحطات في تاريخ قوة دفاع البحرين يلخص لنا هذا التقرير، تشوفه ونرجع.
في عام 1968 كانت البداية، بداية لقوة منظمة عصرية حديثة شالت اسم قوة دفاع البحرين عشان تحمي البحرين والذود عنها ضد من يحاول أن يمس سيادتها العربية المسلمة. قوة دفاع البحرين لها أمجاد، لها فخر، لها تاريخ خصب، وفي بداية التأسيس خذت على عاتقها حماية إنجازات البحرين وحفظ مقدراتها ومكتسباتها. وفي ذكرى التأسيس ما لنا إلا نوقف وقفة احترام وتقدير لعرض منجزات قوة دفاع البحرين والتطورات اللي ساهمت في الارتقاء بمنظومتها القتالية، واللي جات بفضل الرعاية الملكية من لدن جلالة الملك المفدى الله يحفظه. مناسبة نستذكر فيها صولات وجولات قوة دفاع البحرين، وإذا شبت ضرامها ما لها سوى تلبية الواجب، لأن دورها ما اقتصر فقط في الدفاع عن الوطن. دور قوة دفاع البحرين امتد وسجل مواقف مشرفة على المستوى الدولي بواجبات حفظ الأمن والسلام الدولي، وتشهد لها طبعا حرب تحرير الكويت عام 1991. وسنحفظ هذا التحرير الذي قام به أشقاء لنا. وتشهد لها مشاركتها ضمن التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، ويشهد لها البحر في مواقف عديدة نستذكر مشاركتها في حماية العالم من القرصنة على سواحل وبحار القرن الأفريقي، ويشهد لها طبعا تحالف الحزم اللي دخلت قوة دفاع البحرين لإعادة الشرعية اليمنية وشاركت على الحدود وفي العمق اليمني لتحرير أرضه من الميليشيات المتمردة وما زالت حتى يومنا الحالي. وتشهد لها أيضا جهودها الإنسانية الإغاثية في مواقف عديدة، من كذي حق لنا نفخر بتاريخ قوة دفاع البحرين، وصارت ذكرى تأسيسها مناسبة وطنية تحمل مكانة خاصة في قلوب البحرينيين جميعا. الحروف تتسابق لصف الكلام وعرض منجزات قوة دفاع البحرين اللي بفضل اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى وصلوا إلى درجة عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية، وأثبتوا في مواقف وايد أنهم دائما على أهبة الاستعداد للحفاظ على الوطن وصون مكتسباته. طبعا هذه بالإضافة إلى المشاركات الدولية المشرفة اللي برهنت كفاءة قوة دفاع البحرين، من الانتماء لين التضحية، جنود الجيش البواسل اللي ننحني لهم تقديرا على ما بذلوه في محطات عديدة، واخرها مشاركتهم في صفوف التحالف العربي مع اشقائهم للسعادة الشرعية في اليمن وحماية الحدود السعودية. سطروا أمثلة للتضحية، قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن خليجنا العربي. شكرا. اليوم جلسة استثنائية لمجلس النواب، صوت مجلس النواب في جلسته الخاصة الأولى خلال دور الانعقاد الحالي والمنحة اللي انعقدت اليوم، صوتوا بالإجماع على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرة التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017، إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس بعد ما تم عرض البيان الشارح له في جلسة الاستثنائية اللي صارت اليوم. المشروع هو مشروع قانون تعديل المادة 105 البند باء من دستور مملكة البحرين، واللي تم إحالته للمجلس النيابي بصفة مستعجلة، ينص على أنه ينظم قانون القضاء ويبين اختصاصاته في كل من قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام. قبل أن ندخل في توضيح لهذه التعديلات، في آلية عمل يقوم بها مجلس النواب حسب اللائحة الداخلية فور استلامهم للأخطار الصادر من رئيس الوزراء وقبل لا ترفعه لمجلس الشورى. احنا بنستعرض لكم هذه الآلية. اولا يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 35 و120، ويتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها
أو المطلوب تغيير أحكامها وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك. ثانياً يأمر رئيس المجلس بطباعة التعديل الدستوري المقترح وتوزيعه على النواب خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس. أما ثالثاً فيعرض أو عقد جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ورابعاً يعرض رئيس المجلس في الجلسة الخاصة بيان شارح لهالطلب على المجلس، وهذا ما تم في جلسة اليوم اللي انعقدت وقبل أنه يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أما خامساً تقوم لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بإعداد تقرير عنه خلال 15 يوم من إحالته إليها. سادساً يتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلث أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، وتجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له. سابعاً يحدد المجلس جلسة لنظر التقرير خلال 15 يوم التالية لتقديم لرئيس المجلس مرفق بنص طلب التعديل ومبرراته. أما ثامناً يصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم. تاسعاً يحال التعديل الدستوري تعديلاته إلى مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات المقررة في هذا الشأن. أما عاشراً وأخيراً في حالة موافقة مجلس الشورى على التعديل وفقا لما أقر مجلس النواب يعاد إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره. هذه الآلية اللي يمشي عليها مجلس النواب، وهذه حسب اللائحة الداخلية في المجلس. ولتوضيح وتبسيط تعديلات المادة 105 من الدستور والتعليق عليها معانا الحين على التلفون النائب محمد جعفر ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مساء الخير. مساء النور أستاذ. وافق المجلس اليوم على إحالة مشروع تعديل المادة 105 من دستور مملكة البحرين والمتعلقة بتنظيم قانون القضاء العسكري إلى لجنتكم، لجنة الشؤون التشريعية. لو نقدر نشرح للمشاهدين أستاذ الفاضل هالتعديل والإضافة اللي بتعود علينا في حال إقرارها. طبعاً نعم. تعديل اليوم تم عقد الجلسة الاستثنائية لنظر التعديل. نعم. وكان النص على النص الفقرة راء من المادة 105 اللي كان في السابق كانت نصها يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع أو الحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون. جاء التعديل على أساس أن النص يستبدل بهذا النص الجديد اللي هو ينظم القانون القضاء العسكري. نعم. ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. نعم. النص السابق كان النص يقول على المحاكم العسكرية تختص بالعسكريين الموجودين إما في قوة الدفاع أو في الحرس الوطني أو الأمن العام. نعم. ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالة الأحكام العرفية. نعم. وفي ما يبينه القانون. النص الجديد لا، أعطى صلاحيات واسعة إلى مجلس النواب أنه يقرر في القانون، قال ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته. نعم. وما قال ويش، يعني معناته أن القضاء العسكري اليوم محاكم القضاء العسكري ومحاكم القوات الأمن العام والنيابة في الحرس الوطني خاضعة إلى مطلق التنظيم القانوني اللي ممكن يتماشى وطبيعة الحال والتطورات الحاصلة واستفادة من أكثر التشريعات ملائمة للأوضاع التي تقرر. نعم. النص السابق كان محجور، الآن لا، النص مفتوح. نعم. فممكن. هل تقصد سعادة النواب، هل تقصد الجرائم مثلا جرائم الإرهابية؟ احنا الآن النص قاعد يقول انه موكول الى الـ الى الـ الى المشرع. نعم. اليوم مثلا اعطيك مثال بسيط جدا، يعني افترض الان لو افترض انه في تمرين لقوه دفاع البحرين. نعم. وجاء مدني وحاول يهجم على احد افراد قوه الدفاع، هل اعتبره هذا في حاله حرب وعداء او اعتبره انه مجرم استخدم سلاح واحوله الى النيابه العامه؟ نعم. او لا اقدمه باعتبارها حاله حرب باعتبار ان المحاكم العسكريه مختصه فيه؟ هذا مفقود في النص القديم، في النص الجديد ممكن ينظم
نعم. وأقول أنه يدخل في اختصاصات المحاكم العسكرية. نعم. القضاء العسكري مثلا اللي هو للقوات الأمن العام يقول الإمام إما بسبب عمله أو أثناء تأدية عمله أو بمناسبة عمله. نعم. ممكن النص القديم ألغيه وأجيب أقول أنه كما اختصاص القضاء العسكري اختصاص قوات الأمن العام في المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية. نعم. النص الآن يقول أنت كمشرع قانوني أوضع القانون المناسب اللي يتوافقب مع الواقع الموجود. نعم. أما النص القديم كان لا في حاجة. نعم. سأعتنا بذن بحسب اللائحة الداخلية للمجلس النواب وخاصة في المواد المتعلقة بالآلية المتبعة في التعديلات الدستورية راح يتم مناقشة مشروع القانون في لجنتكم وراح يتم إعداد التقرير خلال 15 يوم واللي هي ابتدت من اليوم. شنو الخطوات اللي راح تتبعونها لإنجاز هالمشروع أو التقرير؟ إحنا بكرة عندنا لقاء مع معالي المشير. نعم. اللي هو الشيخ خليفة بن أحمد. نعم. وراح يتشرف المجلس وراح يكون برئاسة معالي رئيس المجلس سيد نعم. إبراهيم الملا وعلي صالح رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب ونائبي مجلس الشورى واللجنة التشريعية نعم. في مجلس النواب واللجنة التشريعية في مجلس الشورى لإطلاع المجلس على الأسباب والدواعي دعت لتغيير النص الدستوري نعم. ثم إحنا راح نستقل كلجنة تشريعية في مجلس النواب نستدعي ونجلس مع الجهات المعنية بتنظيم الشأن القانوني في وزارة الدفاع وعفوا في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام نعم. وراح نعد تقريرنا على ضوء المرئيات الموجودة عندنا ونرفعها إلى المجلس نعم. إذن سعادة النائب محمد جعفر ميلاد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب شكرا لك. مشاهدين ناخذ فاصل ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. صحة الموظفين شيء مهم عند الحكومات الواعية واللي عندها رؤية برعاية الموظفين لأهمية انعكاسها على الانتاجية، وحكومتنا ما أغفلت عن هالشيء وأسست يوم للرياضة واللي بيصادف تاريخ 7 فبراير الجاري من كل سنة يعني عقب باكر، والكل طبعا قاعد يستعد لها اليوم. لكن الأهم من ذي وزارة الصحة عندها حملة اسمها حملة احمي قلبك. تأسست الحملة في سنة 2010 وهدفها الكشف المبكر عن عوامل الاخططار وهي الأخطار اللي تأثر على صحة الموظفين واللي من بينها التدخين والخمول وغيرها، بالإضافة إلى التوعية بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب بعيد الشر عنكم وبأهمية العلاج المبكر لهذه الأمراض. احنا عندنا إحصائيات هذه الحملة ونتائج هذه الحملة، الحين بنتقل إلى سارة لعرض هذه النتائج. سارة. شكرا بسام. طبعا هذه الحملة تقوم وحملة تحمي قلبك تقوم على فريق عمل مختص من وزارة الصحة يقوم أو قام بزيارة عدد من الوزارات الحكومية ومؤسساتها ونسق معاهم بهدف أنهم يقومون بفحص مبدئي للموظفين والعاملين في هاي الجهات علشان يكون في كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها. وإحنا اليوم إن شاء الله بنستعرض معاكم حصريا في برنامج الراي نتائج حملة احمي قلبك في أماكن العمل الحكومية اللي بدأت في 2010 واستمرت إلى 2016 وزالت مستمرة. معنا أيضا الدكتورة كوثر العيد استشارية الصحة العامة وزارة الصحة رئيسة حملة احمي قلبك. مساء الخير دكتورة. مساء النور ويا هلا ويا مرحبا فيكم. يا هلا دكتورة. شنو اللي دفعكم لإقامة حملة احمي قلبك خاصة يعني استمريتوا فيها 6 سنوات ولازالت مستمرة، احنا داشين تقريبا في السنة السابعة؟ نعم نعم طبعا لان منظمه الصحه العالميه حسب احصائياتها
سنويا 38 مليون نسمة يتوفون بسبب الأمراض المزمنة. في البحرين عندنا الأمراض المزمنة تقريبا 65% من نسبة الوفيات في جميع الأعمار بسبب الأمراض غير السارية. أيضا الأعمار اللي من 30 إلى 70 وهي هذه العمر المنتج في مملكة البحرين أكثر نسبة من الوفيات 65% أيضا في هذه الفئة العمرية بسبب الأمراض غير السارية. هني خلى وزارة الصحة تتبنى فكرة ومشاريع كثير مهمة للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة والوقاية من عوامل الاختطار ومحاولة مكافحة هذه الأمراض بوجود خطط وبرامج من ضمن الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها اللي من في الأعوام من 2014 إلى 2025 وإحنا في وزارة الصحة وضعنا العديد من البرامج، برامج تعزيز الصحة والخطط ننفذها مع شركائنا في المجتمع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وطبعا بقرار من رئيس الوزراء تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية اللي ترأسها سعادة وزيرة الصحة. طبعا في هذه اللجنة اللي تجتمع دوريا ضروري ان هم على طول يتناقشون في الخطط والبرامج اللي ممكن تؤدي الى الوقايه من هذه الامراض مع المعنيين من الوزارات الاخرى بالاضافه الى وزاره الصحه. نعم دكتور، احنا بنستعرض الان نتائج الحمله. نعم. وحاب اشكرك في البدايه واشكر وزاره الصحه على يعني انكم خصيتوا برنامج الراي بهذه الاحصائيات اللي طبعا اللي هي لاول مره تنشر. احنا راح نبتدي بنتائج حمله تحمي قلبك في أماكن العمل. هني مثل ما نشوف إحنا عندنا عدد الحملات 118 حملة. طبعًا هي 118 حملة هي شاملة الوزارات، معظم وزارات المملكة شاملتها، وفي بعض الوزارات إحنا نروح لها أكثر من مرة. نحاول إن إحنا في كل مرة نروح للوزارة إذا رحنا لها كذا مرة ما يكونون نفس الأشخاص، لما بنغطي أكبر عدد ممكن من موظفي المملكة. و118 حملة معناته هناك أكثر من حملة في كل وزارة ومؤسسة. نعم حكومية. نعم بعض الوزارات المملكة رحنا لها أكثر من مرة على مدى من 2010 إلى 2016. الشريحة وعدد المشاركين مثل ما نشوف 4586. نعم. مشارك. نعم طبعا هذول ما يشملون كل الموظفين لحد الآن. نعم. بس هذه هو خلال الست سنوات ولا خلال فترة معينة؟ من 2010 تحديدا، من أكتوبر 2010 إلى مارس 2016. هاي تحليل نتائج الموظفين اللي رحنا زرناهم في أماكن العمل في هذه الوزارات المملكة. وهذولين طبعا مثل ما تفضلتي ما يمثلون جزء بسيط من موظفي الدولة. نعم. المملكة. ف هذه النتائج أكيد هي تعطينا شيء مبدئي لبناء برامج تعزيز الصحة لصحة الموظفين. نعم طبعاً أصغر عمر مشارك هو 18 سنة، أكبر عمر مشارك هو 73 سنة، ومتوسط الأعمار هو 36 سنة. هذه معناته أن أنتوا رحتوا حق شريعة جداً واسعة، والعينة اللي كانت موجودة هي عينة فيها كل الأعمار. نعم نعم نعم. أي. نشوف الإحصائية اللي بعدها هو الجنس. نعم. طبعا كان في 56.2% ذكور. نعم. و 43.8% إناث. نعم. 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 طبعا احنا لما نروح الوزارات ما نحدد ايش كثر إناث وايش كثر ذكور، على حسب الدعوة مفتوحة للجميع للحضور. في كل مرة احنا نستقبل 60 موظف كحد أقصى. نعم. العينة هذه اللي هي أكثر من 4500 كانت فيها جنسيات أخرى غير بحرينية. بس النسبة بلغت 83.8 بحرينيين و16.2 غير بحرينيين. نعم لأن احنا في وزارة المملكة طبعا يمكن السائد أكثر البحرينيين من الأجانب، فكان الإقبال أكثر من البحرينيين لزيادة الوعي ولله الحمد في هذه الفئة أنهم يقبلون على برامجنا لحملة احمي قلبك. احنا الحين بندش في صلب طبعا نتائج الحملة، وبنبتديها بالخمول البدني. من خلال هذه الحملة انتم توصلتوا الى ان هناك 57.2% عندهم خمول بدني. نعم. و42.8% ليس لديهم خمول بدني. شنو هو الخمول البدني دكتورة؟ الخمول البدني معناه ان الموظف ما يمارس النشاط البدني كحد ادنى 30 دقيقة في اليوم. وهو يكون متوسط
متوسط الشدة، نشاط متوسط الشدة مثل المشي أو الأعمال المنزلية أو الأمور اللي فيها حركة انتظام في أداء التمارين النشاط البدني، أو هذه اللي يكون متوسط الشدة، متوسط الشدة لمدة كم يوم في الأسبوع؟ خمسة أيام في الأسبوع أي. أو أنه هو بيكون 20 دقيقة بس يكون عالي الشدة في اليوم الواحد، في اليوم الواحد ثلاثة أي ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بس يكون عالي الشدة مثل تمارين القوة والقوة تمارين القوة أو الجري. إذا هذه النسبة يعني 57% الحين أكثر من النص ترى فيهم خمول. نعم. وهذا يعني يمكن مؤشر يعني يدق ناقوس الخطر يا جماعة، ترى في خمول في أبداننا. نعم. بعدها الإحصائية اللي عقب اللي هو تناول الفاكهة والخضار. نعم. في الإحصائية في 92.7% يتناول أقل من 5 حصص يومية. نعم. و7.3 يتناول أو أكثر من 5 حصص يومية. نعم. أول شيء خلينا نعرف شنو هو الحصة، شلون عارف إذا أنا كلت حصة من الفاكهة والخضار؟ الطبيعي في اليوم الواحد خمس فواكه من خمس حصص من الفواكه والخضار وأكثر في اليوم الواحد. أوكي. الحصة الواحدة مثل ما تفضلتي يعني نعتبر تفاحة واحدة حصة واحدة، برتقالة حصة واحدة، موز حصة واحدة، طبق سلطة يعتبر حصة واحدة. يعني خلينا نقول ملعقة طعام من المكسرات تعتبر حصة واحدة، ملعقة طعام من الزبيب تعتبر حصة واحدة. يعني دائما بعد ننصح للأمور الفواكه المجففة بعد فيها سكريات طبيعية وممكن تمد الجسم بالطاقة وهي صحية. هذه السكريات مثل التفاح مثلا. التفاح يعني هل يعني ما بيأثر على الأحماض، ما بيأثر على الأسنان؟ لا أبدا، إذا احنا اتبعنا الطبق الصحي في اليوم الواحد كلينا حصة واحدة من الفاكهة وحصة واحدة من الخضار على الطبق الصحي الواحد، والطبق نعم. الصحي طبعا احنا نتناوله عند الافطار وعند الغداء وعند العشاء. نعم. فاذا كان نص الطبق الصحي عبارة عن حصة واحدة من الفواكه وحصة واحدة من الخضار على الثلاث وجبات احنا خلصنا ست حصص اذا التزمنا بمبادئ الطبق الصحي. نعم. الإحصائية اللي بعدها هي عن التدخين، أنا شوي صدمتني. نعم. الإحصائية في 17.7% مدخنين و 82.3% غير مدخنين. معقولة دكتورة أن نسبة الغير مدخنين في عينة أكثر؟ يعني إحنا لو نقعد في مجموعة من 10 نعم. ممكن تحصل 6-7 مثلا يدخنون؟ نعم، في هذه العينة اللي إحنا خذيناها من 2010 إلى 2016 طبعا طلعت 17% تقريبا أنهم هم المدخنين، وهي نعم. تقريبا هذه النسبة مطابقة ومقاربة للمسح الوطني اللي تم عمله عن طريق وزارة الصحة في 2007، معناته أن احنا نسبنا إلى حد ما أكيد بإذن الله تكون لأنها متقاربة مع المسح الوطني. فإيه العدد اللي أنت تشوفينه 17% هم فقط المدخنين، وإحنا نتمنى مع برامج تعزيز الصحة أن نقل هذه النسبة. يعني إحنا كل هالكمية اللي نشوفها هي فقط 17%؟ أي، ونتمنى إن شاء الله تقل أكثر وأكثر بإذن الله. إن شاء الله يا رب. هذه في العينة، احنا تحطي في بالك في العينة اللي هي في العينة 4500 نعم. وشيء نعم. من المواطنين، وقد العينة إذا زادت قد هذه النسبة تقل أو قد تزيد طبعا على حسب طبعا الإرادة عند الشخص، واللي هذه بنركز عليه إن شاء الله في برامج تعزيز الصحة إن شاء الله. طبعا احنا بنواصل في التدخين، عندنا أيضا إحصائية للمدخنين حسب الجنس اللي هم من العينة أو من ال 17% المدخنين، 12% إناث و 87.4% ذكور. أعتقد أن هذه النتيجة يعني منطقية على أساس أن المجتمع يعني يمكن الذكور أكثر ممكن أنهم يدخنون، وهو هذه اللي عكست النتائج. أي نعم. نشوف الإحصائية اللي بعدها هي حول استخدام حزام الأمان، طلع أن 47.2% يستخدم حزام الأمان و 52.8% لا يستخدم حزام الأمان للأسف. أكثر من نص العينة ما تستخدم. طبعا إذا طلعت عليها إدارة المرور أكيد راح يعني أكيد. تزيد الحملات التوعوية. نعم. بس إحنا ليش ركزنا على حزام الأمان؟ هو جزء من سلامة الموظف أكيد، سلامته من وإلى العمل. فإذا ما استخدم حزام الأمان، وفي نسب عالمية تدل على أن من أسباب الوفيات السرعة والحوادث الطرق، فهني لازم نركز على لبس حزام الأمان. طبعاً وعكسة النسبة أن الأكثر ما يلبسون. طبعاً إذا هو تأذى من الحادث بالتالي ممكن في غياب، والغياب يأثر على مستوى نعم. إنتاجية العمل. نعم. الإحصائية اللي عقبها قسوا مؤشر كتلة الجسم. نعم. طبعا طلع أن في 1% عندهم انخفاض في الوزن، 25.5% وزنهم طبيعي، 40% في زيادة في الوزن، 33% في سمنة، يعني نعم. 73% نعم. من الشريحة نعم. بين زيادة الوزن
وبين السمنة. نعم. شنو الأسباب؟ أول شيء خلنا نقول إن مؤشر كتلة الجسم عبارة عن الوزن على الطول بالمتر مربع بالمتر مربع. نعم. يعني يقيس يحط وزنه على طوله بالمتر مربع يضربه مرتين بتطلع لنا كتلة الجسم. إذا طلعت أقل من 18.5 هذا يعتبر نحافة، والنحافة طبعا ذكرناها أنها تقريبا على 1%. يجينا المعدل الطبيعي وهذه كلش قليل اللي هو تقريبا يمكن 25% طلعت اللي هو المعدل الطبيعي، واللي نتمنى تزيد هذه النسبة مع برامج تعزيز الصحة اللي بيقل نسبة السمنة إلى الوزن الزائد إلى بعدين يروح للوزن الطبيعي مع برامج تعزيز الصحة. فعلا نسبة عالية 73%، وهي تقريبا تقارب بنتائج المسح الوطني اللي عمل في مملكة البحرين في 2017. في آخر 10 سنوات الشباب زادت عندهم نسبة السمنة أو زيادة الوزن. نعم نعم. في إحصائيات تدل على للأسف الشديد. الإحصائية اللي عقبها هو محيط الخصر. طبعا انا ما ادري اذا معلومتي صح ولا خطا، بس هو السمنه ايضا تقاس بمحيط الخصر. نعم نعم. احنا عندنا او طلعت ب 57.2% للذكور و 84.6% للاناث. هذه تحتاج توضيح. طبعا النسب الرقم يختلف بين الاناث والذكور بسبب الفسيولوجيه تركيبه الجسم. فالاناث اذا كانت أكثر من 80 سنتيمتر محيط الخصر هو اللي بيكون عندها يا أما أنه هو المحيط الخصر كبير أو أنه بيكون في عندها سمنة مركزية. بالنسبة للرجل بيكون 94 سنتيمتر وأكثر يعتبر أنه هو كبير. هني طبعا يختلف بين الرجل والمرأة. بس يعطينا انطباع عن إذا كان هذا الشخص الموظف إذا كان عنده سمنة ولا لا، خصوصا لما يجينا الرجل وهو يسوي تمارين عضلات. اللي يسوي له عضلات، العضلات عادة تعطي وزن زيادة. شنو اللي يعطينا انطباع عن إذا هذا الشخص عنده سمنة أو لا؟ محيط الخصر. نعم نعم. الإحصائية اللي عقبها هي إحصائية مهمة. ضغط الدم. نعم. طبعا في 32.3% ضغط الدم عندهم مثالي. نعم. 23.8% طبيعي. نعم. وفي 43.9% ضغط دم مرتفع. شنا ضغط الدم المرتفع زايد شوية، بس احنا بعد خلنا نقول ان هذين العينة اللي احنا خذيناهم ما عندهم لا امراض مزمنة ولا ولا هم الحوامل، فانتو استثنيناهم. نعم. فأي احد الحين من هذه 4500 وشي موظف اللي موظفة اللي معانا اذا عندهم ارتفاع في نسبة ضغط الدم. نعم. لا نستطيع ان نشخص ان عنده ضغط دم الا اذا احنا طبعا نحولهم الى المراكز الصحية وهناك يتم تشخيصهم اذا كان. لكن هني يبتدي عندنا أول معلومة أن عندك احتمال ارتفاع في ضغط الدم. طبعا هنا نشوف أن في احتمال تكون هناك ضغوطات بالعمل تؤدي. ضغوطات العمل هي أحد أسباب طبعا ارتفاع ضغط الدم. أحد الأسباب. أحد الأسباب قد يكون. نعم. وقد يكون لا أكيد. شنو الأسباب الأخرى دكتورة؟ قد تكون الوراثة، قد يكون النظام الغذائي غير صحي، عدم ممارسة النشاط البدني. الوراثة هذه جدا مهمة، يعني يتوارثها من الآباء ممكن. دكتورة خلال إحصائية ضغط الدم هل أيضا قسوا أو حسبتوا أو عندكم إحصائية لعدد الموظفين اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم وخذوا إجازات مرضية بالتالي صار في غياب بالتالي. نعم. صار في قلة إنتاجية. نعم. العدد. نعم. كبير. هو عموما يعني كثير يواجهون ضغوطات أثناء العمل، يرتفع ضغطهم، يروحون المراكز الصحية، يأخذون إجازات مرضية، يأثر على نسبة التغيب عندهم. عشان كذي إحنا برامج تعزيز الصحة اللي إحنا بندعي لها تؤثر أثر كبير على أنه خفض معدل التغيب من العمل. كما سوت منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة في 2003 طلع أن إذا تبنينا برامج تعزيز الصحة مع الموظفين في أماكن العمل ممكن نسبة التغيب تقل بنسبة 26%، ممكن حتى 27%. نعم. و26% تقل معدل التكاليف الصحية في. نعم. هذه المنشأة الصحية. نعم. فجدا مهم تبني احنا راح نيلها برامج تعزيز الصحة. نعم. بالتفصيل. نعم. بعد ما نستكمل النتائج ايضا هناك نتائج تحليل المختبر في 26.6% ارتفاع السكر في الدم هو غير صائم. نعم. 28.5% عندهم ارتفاع الكوليسترول الكلي.
و21.7% ارتفاع الكوليسترول الضار أو قليل الكثافة. نعم احنا طبعا لما نروح للموظفين في أماكن العمل بيكونون مبصايمين، وإحنا بعد دائما لما يسألوننا هل نصوم ولا ما نصوم احنا نقول لهم خلكم على طبيعتكم. لأن احنا لما ناخذ نفحص السكر والدهون مو بشرط أن الشخص يكون صائم، لأن النسبة اللي عندنا موجودة عندنا طبيعية تكون وغير صائم. هني ارتفاع نسبة السكر اللي احنا شفناها، نرجع ونأكد مرة ثانية ان الموظفين ما يكون عندهم امراض مزمنة، ما عندهم سكر، ولكن بالصدفة ان احنا عرفنا ان عنده ارتفاع في مستوى السكر، لا نشخصه على انه هو مريض سكري الا اذا راح المركز الصحي وعملوا له بعض الفحوصات وتأكدوا انه فعلا عنده ارتفاع في السكر. يعني في الغالب ان هذا الارتفاع قد يكون طبيعي، قد يكون طبيعي. هو لن يكون طبيعي، لكن لازم انه هو يعيده ويكون حذر، لان بيكون القابلية للإصابة بمرض السكري أكثر من غيره. نعم. فهني لازم هني نقول إنه هو لازم ينتبه لنفسه. أو الكشف المبكر هي من أهداف. هو هذا الكشف المبكر للتوعية. نعم. للكشف المبكر عن ارتفاع السكر أو الضغط، وبالتالي نعطيه التوعية اللازمة لممارسة النشاط البدني، التغذية الصحية وهذه الأمور. نعم. الإحصائي اللي بعد هو نسبة الكوليسترول عالي الكثافة أو الكوليسترول النافع 54.5 عند الذكور و 49.2 عند الإناث. الكوليسترول عالي الكثافة أو النافع ارتفاعه هل يكون مضر أو في نسبة معينة لازم ما يتجاوزها؟ يعني مثل ما تفضلتي احنا في الإناث يختلف عن الذكور. بس لو سمحتي الإناث يختلف عن الذكور طبعا. في الإناث مو بأكثر لازم تكون من 1.2 وفي الذكور مو بأكثر من 1.03، فهذه المفروض مو بأقل منها، عفوا مو بأقل مو بأقل. فالعالي الكثافة كل ما كان في المعدل الطبيعي وما يكون أقل من هذه النسبة بيكون. نعم. أكيد بيكون لصحة للجسم. نعم. الإحصائية التالية إحصائية جدا مهمة عن. نعم. عوامل الاختطار. نعم. المركبة. نعم. في 2.1 لا يوجد عوامل اختطار. نعم. في 45.8 من 1-2 عوامل اختطار، وفي 52% اللي هو من 3-5 عوامل اختصار. لو بشكل سريع تشرحين لنا دكتورة شنو هما عوامل الاختطار؟ أي عندنا 5 عوامل اختطار دائما. احنا في نهاية الاستشارة التوعوية نقولها للموظف، اما انه يكون عنده تدخين، او انه يكون عنده خمول بدني ما يمارس النشاط البدني، او انه يكون عنده زيادة او في الوزن او سمنة، او يكون عنده ما ياخذ عدد حصص الفواكه والخضار للمعدل الطبيعي 5 واكثر، او انه يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم. النسبة اللي خبرتينا عنها 2% ما فيهم عوامل اختطار، ولا واحد من هذين الخمسة موجود عنده. لكن أقصدك أن وجود عوامل الاختطار في الشخص هذه معناته أن في نسبة خطر أو العكس؟ في نسبة خطر أنه القابلية للإصابة بالأمراض المزمنة أكثر. نعم. لأن عنده أمور سلوكية، عوامل خطورة سلوكية، أما أنه تدخين أو عدم الغذاء، تناول الغذاء الصحي، أو عدم ممارسة النشاط البدني، أو أنه يكون عنده عوامل بيولوجية، ارتفاع في الضغط أو ارتفاع في السكر أو ارتفاع في الدهون. أحد هذه العوامل الاختطار قابليته للإصابة بالأمراض المزمنة مستقبلا أكثر تكون عالية. فأحنا في هذه السيشن آخر شيء لما يجينا الموظف ونعطيه توعية صحية نخبره نقول له عندك كذا وكذا وكذا من عوامل الاختطار. إذا النسبة اللي احنا نشوفها في الشاشة أمامنا 2% ما عندهم عوامل الاختطار، احنا نتمنى أنها تزيد وتنقلب. نعم. هذه النسبة من 98% تعتبر جدا قليلة. قليلة 98% من 1-5 عوامل الاختطار، هذه النسبة فعلا ان هي خلنا نقول لازم ينتبهون عليها الموظفين. انا اتمنى بس ان 2.1% ما يكونوا من اللي يسوون رجيم صحي فزادت عندهم الحصص الغذائيه الصحيه. ننتقل الى الاحصائيه الاخيره وهو القرار النهائي. القرار النهائي للاحصائيه ان 86.6% يحولون الى المركز الصحي المحلي طبعا لاجراء الفحوصات اللازمه، و 13.4% لم يتم التحويل للمركز الصحي. دكتورة انتم من ضمن يعني التوصيات من هذه
من هذه الحملة أن يكون في برامج لتعزيز صحة الصحة داخل الوزارات. بشكل مختصر لو تقولي لنا عن أهمية وجود هذه البرامج داخل كل وزارة. نعم الحين إحنا بعد ما نخلص من فحص الموظفين نحلل العينة في وزارة الصحة ونروح نزور الوزارة المعنية. نعطيهم نتائجهم بالإضافة إلى البرامج تعزيز الصحة. يعني تعطون كل وزارة نتائجها الخاصة بالموظفين. احنا تونا بادينها هذا تونا مدشنين احنا المرحلة الثانية من حملة احمي قلبك. وهي نحاول نزور الوزارات نعطيهم النتائج ونشجع الموظفين واصحاب العمل انهم يشجعون موظفينهم على تبني برامج تعزيز الصحة. ركزنا على 5 محاور في هذه البرامج: التغذية الصحية، النشاط البدني، ضغوطات العمل، التدخين والامراض المزمنة. كل ما احنا كثرنا من هذه المعلومات التوعوية اللي احنا نعطيها في فترة معينة حق الموظفين ونركز على الموظفين اللي يوونا في حملة احمي قلبك اللي عندهم عوامل الخطورة، عقب 6 شهور نرجع لهم مرة ثانية ونقيسهم هل فعلا تحسنوا من عقب برامج تعزيز الصحة او لا. بس تبين ان فعلا 27% يقل معدل التغيب عندهم في العمل فبتزيد انتاجيتهم. التكلفة الاقتصادية والصحية على المؤسسة بتقل تقريبا 26% اذا هم تبنوا برامج تعزيز الصحة. فنوجه اذا بتزيد الانتاجية 27% في حال تم تطبيق برامج تعزيز الصحة. وهذه خطوة وتوصية نتمنى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات الدولة. دكتورة كوثر عيد استشارية الصحة العامة في وزارة الصحة ورئيسة حملة احمي قلبك، شكرا لك على هذا، شكرا لك على هذه، على حضورك وعلى هذه الاحصائيات والارقام المهمة جدا، وعلى انكم خصيتوا البرنامج بهذه الارقام الحصرية. وننتقل الى زميلنا بسام. تفضل بسام. شكرا سارة، شكرا دكتورة كوثر العيد. طبعا أيضا مثل ما القطاع العام مهتم بصحة الموظف، القطاع الخاص أيضا مهتمين بصحة موظفينهم. والشركات كثيرة عندها ستاندر معين، عندها معايير معينة في الصحة والسلامة لتحقيق الانتاجية في الشركة. أنا يسعدني أن أستضيف معاي الحين الأستاذ جاسم آل ماجد، أخصائي أول تعزيز الصحة في شركة نفط البحرين بابكم. مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالخير، شكرا على الاستضافة. حياك الله معنا. حياكم الله. حياك الله أستاذ. يعني إذا متكلم عن شركة بابكو، شركة نفط البحرين بابكو، يعني أتوقع أن هذه الشركة لها ما شاء الله يعني باع طويل في تعزيز صحة الموظفين. لو بنتكلم عن المعايير الشركة فيما يخص الصحة والسلامة، شنو هو معايير شركة بابكو؟ أولا بابكو تولي اهتمام أولي بصحة وسلامة الموظفين، متمثلة بالإدارة من الرئيس التنفيذي الدكتور بيت بارتلت، نائب الرئيس التنفيذي السيد إبراهيم طالب، ومدير أو المدير العام إلى التوظيف الأستاذ عبد الرؤوف المهزع. دائما يولون اهتمام أولي إلى صحة وسلامة الموظفين. هناك معايير كثيرة، من أهم هذه المعايير هو ما قبل التوظيف، الفحوصات الطبية التي تقدم للموظف ما قبل التوظيف اللي على ضوءها يتم أنه يصلح أنه يتوظف في الشركة أو لا. من المعايير أيضا اللي صار لها سنوات إحنا نطبقها أكثر من 30 سنة، الفحوصات السنوية للموظفين والمتابعة إلى كل الأشياء اللي يتعرضون إليها في العمل، سواء جانب السمع أو النظر أو الرئة بالتنفس. هذه دائما فحوصات فحص دولي شامل، يكون فحص شامل يعني يخضع إليه الموظف كل سنتين وكل 4 سنوات. فهناك متابعة دورية إلى كل موظف في الشركة، والدكتور بعد أيضا يشوفه ويكشف عليه ويشوف أنه صالح وكفاءته ممتازة إلى هذه الوظيفة. كذلك يعني تكلمنا عن تجربة نفسها، يعني تجربة اهتمام شركة بابكو بصحة وسلامة موظفينها. متى بدأت هذه التجربة؟ هل هو معيار ثابت بدأ من نشأة خلينا نقول شركة نفط البحرين في الثلاثينيات، أو أن جاء متأخرا؟ تفضل. بالنسبة لهذا الجانب، أساسا بابكو هي ساهمت منذ القدم بالحملات الصحية في المجتمع البحريني. يعني من يوم كنا صغار وهي دائما تقدم الحملات الصحية في جميع المناطق. منذ أكثر من 7 إلى 8 سنوات أنشئ قسم اسمه قسم تعزيز الصحة،
وهو القسم الأول في الشركات النفطية على مستوى البحرين وعلى مستوى الخليج. وقدم ورشات وفعاليات صحية كثيرة أسهمت في تعزيز صحة وسلامة الموظف. قبل 3 سنوات بقيادة الدكتور سبيردون تروس مدير الخدمات الصحية مشروع جديد اسمه مشروع الصحة المثالية. هذا المشروع مبنى على بس قبل المشروع هل هو بقرار يعني من وزارة العمل أو بقانون معين؟ لا هو كان ضمن الأشياء اللي المفروض بابكو تقدمها متمثلة في العيادة أو المستشفى بالشركة خلق برامج تعزز من صحة الموظف وتسهم في تقليل الإجازات المرضية تقليل الكلفة اللي تعالج فيها الموظفين الشركة. فجاء هذا المشروع العلمي اللي احنا أخذناه من جهات عالمية متمثل في عدة برامج. هذا المشروع مثلا برنامج مركز بابكو للصحة المثالية، عيادة الصحة المثالية الإسبوعي، عيادة متابعة مرضى السكري، البرنامج اللي نقدمه السنوي في فعاليات كثيرة منها امشي وسولف، منها احمي قلبك. تماشياً مع عندكم احمي قلبك بقى؟ نعم تماشياً مع وزارة الصحة والأيام العالمية اللي فيها دائماً ذكرى إلى بعض الأمراض مثل مرض السكري مرض السرطان. إحنا دائماً نتماشى مع هذا البرنامج العالمي. نعم إيش كثر يعني قدرت أن تحقق من نتائج إيجابية هذه الحملة أو هذه الحملات أو مجموعة البرامج اللي ذكرتها؟ والله نظراً لأننا كنت في هذا البرنامج منذ أن تأسس في البداية كان إقبال الموظفين قليل، ولكن الآن فعلاً يعني مثل هذه البرامج الغير مكلفة، لأن هي في النهاية كلها برامج احنا نسميها يعني تحميك، تخلي احنا نقولها دائما البريفنشن، الوقايه خير من العلاج. فهذه البرامج الوقائيه اللي نستضيف فيها اخصائيين من البحرين او من خارج البحرين ونسلط الضوء في كل شهر على مرض معين او مشكله صحيه معينه بعد دراسات نقوم بها داخل الشركه فنطلع للموظفين بحلول باشياء شلون هم. فلاحظنا ان الموظفين متفاعلين كثيرا مع برامجنا، فعلا قلت نسبه الغياب عندنا او الامراض، اكثر من 200 موظف شاركوا في برامج شلون احافظ على وزني واكون في وزن مثالي وحققوا نتائج ممتازه، ونستلم منهم رسائل شكر ان شقد هذا المشروع اسهم في نقلهم من حياة أو لايف ستايلز غير صحي، حسن من جودة الصحية بالضبط إلى حياة صحية ممتازة. هنا أستاذ يعني الفحوصات الدورية اللي تجرونها يعني أنا ما أريد عندك نسب معينة، هل هي في تقدم؟ هل الوضع الصحي للموظفين شركة نفط البحرين هل هي في تقدم في تحسن مستمر أم لا؟ وهل يتم متابعة مثلا في حال كانت هناك نتائج خلينا نقول سلبية أو غير يعني غير مناسبة لجو العمل، هل يتم متابعة هذا الموضوع مع الموظف إلى حين معالجته؟ أشكرك على هذا السؤال. في الحقيقة فعلا يعني قاعدين نشوف أن التطور في هذه البرامج ملحوظ وقاعد يؤتي ثماره، من خلال أن قاعدين نشوف أن فعلا الموظفين يلتفتون إلى صحتهم. مو خلال إحنا نسوي بعض الإحصائيات أو بعض كويشنير اللي نوزعها على الموظفين، من خلال هذه المعايير نقيس ايش قد الموظف قاعد يستفيد. الاكثر من ذلك انهم قاعد ينقلون هذه الثقافه الصحيه الى عوائلهم، وهذا هو الشيء المهم، لان احنا تبنينا شعار العائله اولا. عائلتك في البيت، عائلتك في العمل او في المجتمع بصوره عامه. فتبدا من الفرد. الشغله الثانيه هو ان عندنا البرنامج المساعد للموظف قاعدين نشتغل عليه، البرنامج المساعد للموظف اللي يتطرق إلى شلون ممكن هو قد يعاني من مشاكل خارج العمل أو داخل العمل بس ما يقدر يقولها. فإحنا قاعدين نحاول شلون نساعد الموظف على أنه يتخلص من هذه الأمور النفسية علشان يكون منتج أكثر. هذا هو هدفنا. هذا الهدف. أستاذ يعني هل عندكم مثلا أساليب جديدة مثلا أو مبتكرة خارجة عن المألوف
تعلمون فيها موظفينكم مثلا بأن مثلا يقدر يمارس رياضة أو يقدر أنه يحافظ على صحته من خلال ما يقوم فيه من عمل، مو بشرط يكون حتى عمل شاق، يعني حتى أعمال إدارية المكتبية، هل مثلا تقدمون لهم نصائح أو أساليب في إحنا نحاول ننزل إلى الموظفين لمكاتبهم؟ نعم، مشروع الصحة المثالية قدم كثير من الورش أو البرامج اللي منها برامج اليوغا، نجيب أخصائيين معتمدين في التغذية، في اليوغا، في الميتافيت، في برامج لياقية يتعلمونها وقد يمارسونها هم بروحهم يعني. نعم. مركز الصحة المثالية قاعدين يقبلون عليه الموظفين بعد العمل، مما يسهم في فعلاً أنهم قاعدين حابين يغيرون من نمط حياتهم الغير إيجابي إلى نمط حياة إيجابي، وهذا قاعدين نلاحظه بصورة واضحة. نعم، وش كثر يعني فادت هذه الرياضة؟ هل في كذلك رياضات، بطولات رياضية؟ احنا قاعدين يعني نفكر في أفكار غير مألوفة مثل رياضة السياكل. نعم، شلون الحين منتشرة في البحرين الحمد لله وهذا شيء إيجابي. نعم، مدينة عوالي قاعد نفكر إن هي تكون مدينة خضراء. نعم، لذلك احنا ننصح بأن احنا شلون نستثمر من الأماكن الخضراء وشلون نكون نعيش حياة خضراء. لذلك أطلقنا في حملتنا الأخيرة وفعاليتنا الأخيرة اللي هي قبل أقل من أسبوعين كن أخضراً. إينا كن أخضراً وفكر بإيجابية من الناحية الخضراء. نعم أستاذ، يعني لو تسمح لي، يعني بابكم معروف عنها، يعني هي أول من أدخل كرة القدم حتى البحرين، يعني أنتوا حين بديتوا بكرة القدم وصلتوا لليوغا، في عندكم دور معين في مثلا دعم الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم في الدوري مثلا؟ احنا التوجه مال مشروع الصحة المثالية. نعم، بالتوجه العام لشركة بابكو ان احنا نطلع من داخل الشركة الى المجتمع المحيط هنا، الى المحافظات اللي قريبة الينا، الى المجتمع البحريني، وهذه السنة هي سنة الجانب الاجتماعي. نعم، شلون احنا نخلي الموظف وأهله والمجتمع البحريني، لأن طبقنا في السنة الأولى في 2015 الجانب الجسدي والأمراض الجسدية، في 2016 كان الجانب النفسي، والآن هذه السنة هي سنة الجانب الاجتماعي، فحابين ننتقل ونسوي شراكات أكبر مع المؤسسات في البحرين، منها وزارة الصحة اللي عندنا إياهم شراكة قوية في برامج احمي قلبك وبرامج مماثله صحيه كثيره. نعم، معاهم. نعم استاذ، يعني لما تتكلم عن صحه الموظف فلا بد حتى من الاجواء المحيطه تكون صحيه. نتكلم عن صحه عامه، احنا الصحه العامه هي اللي تعود كذلك بالصحه بجوده الصحه على الموظف نفسه. لو نتكلم مثلا عن الجو المناخ مثلا، هل يعني تقومون مثلا باعاده تدوير نفايات، حماية المناخ من التلوث، هل في دور من شركة نفط البحرين؟ أكيد. إينا، إحنا عندنا قسم خاص هو قسم حماية البيئة. إينا، عندنا أخصائيين في الشركة يشوفون مثال على ذلك نسبة الضوضاء في مكان العمل مما يسهم في إنتاجية الموظف. إينا، نسبة الغاز أو نسبة أي البيئة اللي يعيش فيها الموظف، حتى الكرسي اللي يقعد عليه. نعم، دائما هناك في فريق يتابع راحة وسلامة الموظف مما يسهم في إنتاجيته، ويشعر الموظف أن فعلا الشركة قاعدة تهتم فيه، قاعدة نعم، تستثمر فيه، قاعدة تبغى تنميه، ترتقي به. نعم، لذلك شعار بابكو دائما نحن نهتم، نحن نهتم بجميع موظفينا. وب إيش كثر هم راضين على الخدمات اللي يقدمونها لهم؟ بصورة عامة أغلب الموظفين راضين بالخدمات اللي تقدمها بابكو، بالرعاية اللي حتى في ناس تقاعدوا يعني لا زال عندنا تواصل إياهم، كانوا يشيدون ببرامج بابكو الصحية لمتابعتهم طوال فترة عملهم في الشركة. نعم، الأستاذ جاسم الماجد أخصائي أول صحة، شكرا جزيلا لك. شكرا على حضورك معنا. حياكم. مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع.
كل الأمراض بدون استثناء بحاجة حق دعم نفسي عشان نوصل حق مرحلة التعافي والتشافي بإذن الله. فما بالكم إذا كان المرض هو سرطان، هذا المرض اللي الناس تخاف حتى تنطق اسمه، وعادة نشوف الناس تناديه بالخبيث أو على قولتهم ذاك المرض. هالشيء أصلاً كفيل إنه يخلي المريض تصير عنده مشكلة نفسية، يعني ردة فعل المريض إذا سمع هالخبر أكيد راح تكون مؤلمة، فما بالكم إذا كانت ردة فعل الأهل تزيد الطين بلة. في دراسة حق الدكتورة باربرا أندرسون أستاذة في علم النفس بجامعة أوهايو طبقتها على 115 من المريضات بمرض سرطان الثدي ومارست معاهم العلاج النفسي، أكدت أن المجموعة اللي كانت حالتها النفسية أفضل من خلال العلاج النفسي كانت نسبة هرمون الانفعال عندها اللي هو يسمونه الكورتيزول أقل بمقدار 25% في حق بالنسبة حق الناس أو المريضات اللي ما تعالجوا أو ما حصلوا دعم نفسي. هذه الأمور تخلينا نوقف عند أهمية العلاج النفسي بس حق المرضى سرطان. لا شك أن يعني تغيير اسم المرض أو نطق اسم المرض يأثر على نفسية المريض وحتى هالمريض، وتغيير الاسم نعتبرها أول خطوة للتغلب عليه عشان المرض النفسي اللي صاحب المرض العضوي نخليه يستسلم ونتقلب بالتالي على المرض العضوي. وشفنا في حياتنا نماذج قدرت أنها تتغلب على المرض لأنها بدأت بمحاربة النفسية المصحوبة له أولاً، والمجتمع أيضاً دور في محاربة المرض من خلال التضامن مع مرضى السرطان وغيرها من الأمراض. الله يجيرنا والله يحمينا ويشافي مرضانا ويبث لهم طبعاً الروح الإيجابية. الحين راح ننتقل معاكم حق مكالمة هاتفية مع طبيب نفسي. ألو. نعم. مساك الله بالخير دكتور. هلا مساك الله بالنور يا مرحبا دكتور شبر قاهري القاهري. أهلا مرحبا دكتور. لو تكلمنا عن أهمية العلاج النفسي بالنسبة حق مرضى سرطان بالضبط بالتحديد. من طبعا شكرا على استضافتكم في البداية. احنا مثل ما نعرف ان تو الحين الاخ المذيع لما تكلم قال كلمه، لما قال السرطان قالوا العياذ بالله. اي نعم. كلمه السرطان بحد ذاتها اصبحت كلمه تسبب نوع من الالم النفسي عند اي انسان يسمعها، لان يعرفون دائما كلمه سرطان تساوي الموت. اي نعم. وهذه للاسف مفاهيم اصبحت الان جدا خاطئة، لأن مع تطور العلم وتطور الطب مو شرط أي إنسان يكون مصاب بالسرطان ممكن أنه يتوفى. بالنسبة للحالات النفسية أو الألم النفسي اللي يسببه مرض السرطان، طبعا هم في أربعة ناس اللي ممكن يتأثرون في مرض السرطان. أول واحد طبعا المريض، ثانيا الطبيب، ثالثا اهل المريض، رابعا التيم اللي يعالج المريض. اي نعم. هذيل الناس هم اللي اول ناس ممكن يدعمون المريض بالدعم النفسي. ومثل ما انت تفضلت في المقدمه، الدعم النفسي جدا مهم بالنسبه لمريض السرطان، لانه الانسان يكون فاقد الامل، دائما يفكر انه خلاص انا حياتي بتنتهي. فشنو احنا ممكن نسوي لهم عشان ندعمهم نفسيا؟ اي نعم، شنو لازم نسوي لهم؟ اي اول شيء، اول مرحله تجي دور الطبيب المعالج. ليش؟ لان اول ما يخبره عن المرض لازم يبتدي يشرح له كل شيء عن المرض. اي نعم، وحتى الاسلوب دكتور مري بتتفق معي او لا، في بعض الدكاتره يعني يختلفون من اسلوب ايجابي، بعضهم اسلوبه سلبي في ايصال الخبر للمريض بان انت مصاب. صح. وهذه الآن على فكرة في علم جديد اسمه الطب النفسي للسرطان فقط. اي نعم، للأورام. للأورام يسمونه أنكو سايكياتري. اي نعم. ليش؟ لأن هذيل ناس متخصصين مثل ما تفضلتي بريكنج نيوز يسمونه، شلون نخبر المريض عن حالته. وهذا مهم جدا لأن هذه بداية الخبر. إذا احنا ممكن ننقل الخبر بطريقة سليمة هذا وايد راح يخفف الضغط النفسي على المريض. أكيد. بعدين نجي بالنسبة للأهل. الأهل طبعا دعمهم جدا جدا مهم بالنسبة للمريض اللي عنده أي نوع من الأورام.
شنو ممكن يسبب الأمراض النفسية أو الحالة النفسية؟ شنو ممكن تسبب بالنسبة للمريض اللي عنده أي نوع من الأورام؟ من كل الدراسات أثبتت بأن الحالة النفسية تضعف جهاز المناعة عند الإنسان. إيه نعم. فلا سمح الله إذا مريض السرطان حاشى أي حالة نفسية يعني اكتئاب قلق كل أي نوع من الأمراض النفسية هذا قد يعجل بانتشار المرض وللأسف ممكن يخلل يعني يقصر حياة المريض. إيه نعم. فالدعم النفسي شلون يتكون؟ أول شيء إن إحنا تعرفون إحنا يعني مثلا خاصة إحنا الناس المسلمين عندنا إيمان قوي بالقضاء والقدر. الحمد لله. إن هذا الإنسان هذا قدره وبعدين إحنا لازم يعني ما ننسى رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمة موجودة صحيح هو مريض بس ممكن يتشافى لأن في علاج. نعم. هذه الأمور اللي يتكلمون معها الأهل وطبعا حتى الدكاترة النفسيين اللي هم دور كبير بعدين بس أول خطوة تبتدي في الطبيب ثانيا الأهل ثالثا التيم المعالج. بالفعل دكتور. دكتور في دراسة حق أجراها الباحث عبد الله حسن الفقيه تناولت موضوع الأعراض النفسية المصاحبة للأمراض المهددة للحياة ومنها سرطان. من كانت من توصياته أحد توصياته أنه يجب أن يكون العلاج النفسي جزء من بروتوكولات العلاج. هل هذا في البحرين مطبق؟ هل العلاج النفسي لمرضى سرطان هو يعني جزء من العلاج الكامل للمريض؟ موجود. أي نعم. الآن في قسم الأورام في مستشفى السلمانية انضم لهم طبيب نفساني اوكي هو اللي يحاول يساعد هذيل المرضى اللي عندهم اي نوع من انواع السرطان. هذا صحيح الان كل الدول المتطوره عندهم هذا التخصص وعندهم ناس يعني اطباء متخصصين بس في هذه الحالات يقعدون مع المريض ويقعدون مع اهل المريض. نعم. اهل المريض على فكره مهم جدا ان هم بعد يعرفون طبيعه المرض. اكيد في خلل واحد بس يحصل بعض الاوقات اللي يخلي المريض يخلي الطبيب في قلق اللي هو انا شنو ممكن اقول حق هذا المريض. اي نعم. احنا ناس عاطفيين جدا نحاول نقلل من شان المرض وهذا مو صحيح علميا. بالضبط. من حق المريض انه يعرف طبيعه المرض من بدايته الى نهايته. من حق المريض يعرف شنو المحصله النهائيه. من حق المريض يعرف العلاج وشنو هي الأعراض الجانبية للعلاج وش كثر ممكن يستمر العلاج. هذه الأمور جدا جدا مهمة في أن وضع النفسي المريض يكون جدا مرتاح ما ممكن يصيب أي حالة نفسية لأن خلاص الآن هو يعرف كل شيء عن مرضه. إحنا ما نبي يكون المريض يروح يأخذ معلومة خاطئة من ناس آخرين أو عن طريق الإنترنت. فالطبيب المعالج هو أهم واحد ممكن ينقل له هذه المعلومة الصحيحة. بالفعل دكتور وأصلاً حتى في موقع حياة الحياة للدعم النفسي لمرضى سرطان أكدوا على أن يجب أن تكون هناك مكاشفة بين المريض و يعني بين الطبيب والمريض وحتى بعد لازم ما يعني ما نخليه ما يحزن ولا أنه لازم أنه يحزن لازم أنه يخاف لأن هذا الأمر موضوع طبيعي. لكن دكتور اذا ينحق بعض الاطباء اللي يقولون حق الطبيب يعني او يقولون حق المريض ان انت راح تموت عقب 6 اشهر او ما الى ذلك يعني هاي شلون تفسيرك النفسي حق هذا النوع من الاطباء اللي يوصلون الخبر بهذه الطريقه وشلون يحسبونها علميا انه راح يموت؟ هل هذه الامور بعد تنقال حق مريض؟ لا هو شوفي للاسف طبعا هذه شوفي احنا في النهايه يعني الاطباء كل واحد عنده طريقه في العلاج وهذه انا يعني انا شخصيا لا اعتبر هذا شيء خطا لان انا ما اقدر احدد عمر هذا المريض له في خلال احنا قلنا قبل شوي لان الوضع النفسي يلعب دور كبير في حياه هذا المريض. اي نعم. انا لما اروح اقول له انت خلال ستة اشهر بتتوفى هذا ما بيتوفى بستة اشهر بيتوفى بشهرين انا بالعكس راح اقلل من عمره لأن راح يعيش في حالة قلق وتوتر واكتئاب شديد. صحيح. دكتور هل في مضبطة السلوك الخاصة بالأطباء أن عدم يعني في قل لا تقل أو مثل هذه المصطلحات؟
والله شوفي هذا جزء من أخلاقيات المهنة الإثيك. إيه نعم. إيه في أخلاقيات المهنة أن أنت ما تقدر تقول حق المريض إيش كثر بتعيش. إحنا نقول يعني مثلا ممكن يقول له والله شوف ترى هذا الحالة إن شاء الله ممكن تطول كذي ممكن لا يمكن تتحسن. دائما أنا أحط شيء الإيجابي قبل السلبي. إيه نعم. أنا ما أقدر أقول أنت بتموت في 6 أشهر، أقول يمكن أنت تتحسن وايد خلال 6 أشهر. شوفي هذا يعطي يعني دعم نفسي قوي. نسبة الانتحار الآن إذا نشوفها بين مرضى السرطان، سووا دراسة في فرنسا. إيه نعم. وجدوا أن الرجال نسبة الانتحار عندهم 1.9 من 10، يعني تخيلي ترى العدد كلش قليل الرقم، وعند النساء يعني 1.3 من 10. فمرضى السرطان نسبة الانتحار عندهم ترى مو عالية جدا. اي نعم دكتور، هذا يؤكد وجود أهمية طبيب نفسي في كل مراحل العلاج بالنسبة لمرضى السرطان. ألف شكر لك دكتور شبر القاهري، حديث رائع معك ما ينمل، بس نرجع حق ضيوفنا في الاستديو. شكرا دكتور شبار، شكرا لك بالفعل، يعني اكد حتى بين لنا انه فعلا في بروتوكول يمشون عليه بالضبط. بس لان تعرف يعني كل الدراسات قاعده تاكد ان المريض راح يمر في سلسله من العلاجات، ومنها العلاج الكيميائي. حتى العلاج الكيميائي لازم الخبر لا يتم عن طريق طبيب نفسي. اليوم احنا معانا في الاستديو مشرفينا ومنورينا البطل، اذا يعني حق لي ان انا اسميك، سيد حمود جاسم محمود، هو متعافي من مرض السرطان. الله يشافيك ويعافيك يا رب وتم عليك بالصحه والعافيه. والفنانه الشابه البحرينيه المتالقه دلال السندي، اللي لها اعمال كثيره وتعالج عن طريق الرسم التشكيلي. حياكم الله معانا. الله يحييكم ويرحب فيكم. طبعا بدايه من حمود البطل، حمود أنا ما يصير بعد خلاص سمتك لولو البطل حمود، خلاص البطل يعني أنه بطل. لا والله تستاهل، والله تستاهل هذه البطولة، الله يسلمك فعلا بطل. يعني أخوي حمود، أنا أول شيء بعرف أنت أول شيء شلون تلقيت خبر هذا المرض، شلون تحديته، وكذلك الأهل يعني شلون تلقوا الخبر من حولك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا يعني حكم إحنا بشر وكلنا عندنا مشاعر، ومهما كانت مؤشرات تدل على يعني الإصابة بهذا المرض، يبقى لحظة خبر استقباله ووقوعه على النفس موضع جدا صعب. ف يعني ممكن أنا مريت اللي قرأ الرواية يمكن أو سمع تجربتي، مريت بفترة طويلة. يعني لو تشير محمود حق الرواية، حمود عنده رواية اسمها عودتي إلى الحياة. موجودة هني، هذه لو تتكلم عنها محمود. روايتي طبعا صارت فيها مجريات تجربتي ووحدات تجربتي من البداية إلى خط النهاية. نعم. وحاولت أوصل فيها تجربتي بإيجابياتها والمواقف اللي مرت علي، عشان أختصر الدرب على اخواني المحاربين الثانيين. نعم. وما اخليهم يدخلون في الدوامه والمتاهه اللي انا دخلت فيها. نعم. لان يعني لما شفاني رب العالمين هذه نعمه، وهاي شعر فيها مثل الامانه لازم انقلها حق غيري. نعم. عشان انه ممكن هو يسمي صدقه جاريه. نعم. وممكن يعني هذا الشيء راح تكون نقله على غيري. نعم. راح تكون يعني مردود اكيد لا راح يكون له صدى ايجابي يعني علي. نعم. بس لو نرجع بعد حق لحظة اللي يعني شلون الطبيب خبرك؟ هل كان في طبيب نفسي معاه؟ هل كانت طريقته مو نفس اللي أنا ذكرتها حق الدكتور اللي يقول لك كبر لك الموضوع أو وايد خففه؟ طبعا يبقى يعني من طبيب لي طبيب يختلف. إيه نعم. مع أن هذا الشيء يعني إذا كان طبيب مختص بهذا المجال المفروض أنه هو يكون متعود على يعني أو متدرب شلون يوصل الخبر حق المريض، بينما انه ما كان مع الفريق الطبي، كان مع اخصائي نفسي. ما ادري شلون يمكن كل مكان البروتوكول مختلف. انا اتعالج خارج البحرين. وانا يعني اعرف اتكلم اللغه الانجليزيه، لكن طبعا المصطلحات الطبيه ممكن من يقدر يستوعبها في اكيد اللي ما له باع في هذا المجال. فلما دخلت علي الدكتوره مع الفريق الطبي و يعني تموا يتكلمون ويشرحون وسمع المصطلحات رايحة جاية، فقلت له يعني أنا الحين فيني كانسر أو لا؟ قالت لي إيه في كانسر. طبعا أنا كنت شاك بهذا الشيء بيني وبين نفسي.
بس طبعا لما الواحد يصير كأنه يعني في الحقيقة أو في الواقع أنه هو مصاب بهذا الشيء، عن نفسي شعرت نوع من دوامة أفكار، هالة من الأفكار، شعرت روحي كأنه أنا قاعد اليوم بس كأنه ابتعدت عنهم شوي، لأن في النهاية أنا إنسان يعني. حمود، شلون طريقة العلاج؟ يعني تكلمنا عن طريقة العلاج في البحرين وفي البلد اللي بس لو تذكرني باسم البلد، أمريكا، الولايات المتحدة. طريقة العلاج أولاً أو بين البحرين والولايات المتحدة، هذه أولاً، هل العلاج يختلف أو أسلوب المعالج يختلف؟ طبعاً أنا ما تعالجت في البحرين، لكن كنت خلال 4 شهور بين فحوصات وتردد دائم على المستشفيات. أكيد الأطباء راح يكون تبعون يعني في مدارس طبية، يعني ما عندي أن نطلع على هذا الشيء، ولكن ما بيكون في اختلاف كبير في طريقة العلاج نفسها، لكن اللي يختلف في تثقيف المريض نفسه. يعني أنا هناك كان الأطباء يكلموني كأني واحد، كأني دكتور وياهم، يتكلمون معي يستخدمون نفس المصطلحات الطبية، أنا أرجع أبحث عنها وأرجع يوم الثاني أنا عندي خلفية حول المرض، وفي كان في مكتبة وركن في المستشفى أدخله خلال فترة الانتظار حق المريض ولا حق مرضى السرطان. حق المرضى. أي نعم. ممتاز. فيها بحوث وفيها كتب وفيها كل شيء. أنا أطلع على هذه الأشياء وفيها إرشادات ونصائح. فهاي الأشياء عززت عندي المفهوم أهمية الثقافة عند لدى المريض، وانعكست علي إيجابياً. يعني أنا أعرف أنا وين رايح. أما وطبعاً يشرحون لي خطة العلاج من بالتفاصيل من البداية للنهاية. صح. طبعا حسسوني ان انا واحد يعني من العلاجات الجديده العلاج بالفن التشكيلي، وهذا يعني نرجع حق استاذتنا فنانتنا دلال. لو تكلميني عن الفن التشكيلي وشلون الانسان ممكن انه هو يعني يتعالج بالفن التشكيلي. هو الفن من بدء تاريخه ومن بدء حياه الانسان كان عنده الحاجه على انه هو يعبر بصور، مثل ما كان الإنسان في الجاهلية وما قبل التطورات الإنسان كان دائما يرسم، مثل ما نشوف النحوت اللي في الكهوف، وهذا شلون احنا تعرفنا على الحضارات القديمة بالرسم. صح. فما هي هذه الحاجة؟ ليش عندنا يعني عندنا هذه الحاجة اللي حتى الطفل اللي عنده انه يأكد ذاته ويأكد ذاته في بصور تجريدية، وهذا هو يعني ينطبق طبعا على نمونا، نمو العقل والنمو من لما يكون صغار. نعم. احنا نفهم الاشياء بالصور. لما نشوف الصور احنا هاي يعني تفكيرنا يعني الطريقه اللي احنا ناخذ الصور ونفسرها. نعم. موجوده بشكل اقوى من اللغه. بالفعل هي كلها يقول لك ان الذاكره صوريه، هي تحفظ الصور وتترجمها حق باقي الامور. والذاكره ازوال متعلقه كثيرا كثيرا بالجانب العاطفي. اي نعم. والجانب العاطفي هو الشيء اللي العلاج بالفن التشكيلي مخاض فيه، ويعني دعم واعتمد بعد الحرب العالميه الثانيه. نعم. عندما كان عندهم الاطفال اللي كانوا مصابين بصدمات ومشاكل كثيرة خلتهم سحبت منهم القدرة على الكلام. احنا بعد مرة في برنامجنا وقفنا عند رسومات لأحد الأطفال اللي عبرت عن تحرش جنسي من والدها بالرسم، واكتشفت الطبيبة من خلال الرسم. إذن شلون يعني أثر العلاج بالرسم على مرضى السرطان؟ العلاج بالفن التشكيلي هو علاج طبعا ياخذ جانبين متكافئين، فعندك العلاج النفسي الكلينيكي والفن التشكيلي. الفن التشكيلي بحد ذاته تفريغ، فالعلاج بالفن العلاج النفسي هو يعطي طبعا المريض او الشخص اللي يعاني من السرطان الفرصه على انه هو يعبر ويفرغ الشحنات اللي قاعد يعاني منها بشكل مثل ما الأخ جزم قال الشوك اللي ياك الصدمة. You were on your own، كنت بروحك في هذه القوقعة. نعم. وهذا الشيء طبعا ما تقدر تتكلم عنه. صح. الكلام لو شنو بتقول، أنت الوحيد اللي تقدر تحس فيه. أنت الوحيد اللي في الدنيا، ولا معالج بالفن التشكيلي يقول لك إذا ترسم أو أنا أفهمك. انت تاخذ
يعني الشيء اللي المميز دكتورة لازم يكون فنان عشان يرسم؟ لا طبعا بالعكس لان العلاج بالفن التشكيلي احنا مؤمنين ان كل شخص قادر على انه هو مثل ما يشوف يقدر يفسر مثل ما احنا نقدر نسمع نقدر نتكلم يرسم او حتى بعد يكتب او شخبيط حتى شخبط حتى هو يعني اهم شيء تفريغ فطبعا احنا لما نشوف الشارع انا بمرك بفرغ تفضل يا حياة ان شاء الله استاذه بس عفوا انا بعرف شغله متى يعني هل يمر بمراحل العلاج بالرسم أي؟ هل يمر بمراحل وشنو اول مرحله وشنو اخر مرحله اول مرحله تكون مرحله مرحله طبعا يسمونها الايفالويشن واللي هي تقييميه نقيم مثل التقييميه هي حتى يسمونها بيت ارسم لي بيت وشخص وشجره هذه الثلاث الاشياء اللي احنا نشوفهم في حياتنا وكل واحد قادر على انه هو يرسمهم في ابتدائي هذه معروفه حتى العاب ترسمهم بس شلون بعد يعني بنقدر نرسم كل واحد صغير عود يرسم ما يرسم بيعرف شلون يعبر عن هذه هذه الثلاث رسمات طبعا الشخص يعبر عن مثلا احساس ثقتي بنفسي الطريقه اللي انا اشوف فيها الناس والطريقه اللي الناس يشوفوني فيها الشجره عن شخصيتي يقولون مثل ما ان الشجره تساهم في ان تعطينا هي البيئه اللي احنا نتعايش فيها فتعطينا واحنا نعطيها طبعا والبيت الاحساس بالامان فهذه الثلاث احنا شلون نتطرق فيهم طبعا يجيني المريض ونتكلم عن البيت نتكلم بطريقه تجريديه بس من هذه الكلام دائما دائما في 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 الجلسه الرسوم تعطي المريض الحريه انه هو يعبر ويخفف من هاي التوتر او الفوكس اللي عليه اللي هو لازم قاعد يتحكى عن صعوبه شنو مشكلتك اي نعم ما في داعي انه يعبر فالمعالج والمعالج بالفن التشكيلي هو يعني وظيفته انه هو يسال الاسئله الصحيحه حق المريض عشان يكون واعي على تفكيره واعي على الاشياء المخزنه في اللاوعي اللي تطلع مثلا في احلامنا الناس اللي ما يرسمون ليش نحلم ليش تجينا صور نحس ساعات ان اذا تروحين الصين تحسين ان انا كنت موجوده هني فهذه كلها صور فهذه كلها فيها صور احنا نخزنها في اللاوعي حمود يعني برجع لك يعني لو نتكلم يعني نتكلم عن المرض نفسه شنو اكثر شيء يزعج المريض من المرض نفسه هذه اولا وكذلك الازعاج او الانزعاج اللي يصيب المريض من محيطه ومتى يحس ان المجتمع احيانا يكون مو واقف وياه غير مثلا منتبه له او غير ملتفت له في 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 الشيء اللي يعانيه في المشاعر المؤلمه اللي يمر فيها طبعا اللي يصاب بمرض السرطان للاسف احنا مجتمعنا يعني عنده نظره قديمه عنه هاي النظره اللي كان اللي احد يصير بسرطان يخشون كانه شيء عيب صايده يعني فصير نظره تشاؤميه وخلاص معادله ان انا خلاص يعني صار لي سرطان يعني انا بموت فهذه الشعور اللي داخله لو شنو راح بيتعالج يبقى اذا كان لا زال يستمر بهالشعور راح ما راح يقدر يواجه المرض وكذلك الحلقه الاولى من العائله اذا كان تشارك نفس ذي الموضوع يعني هو المريض يحتاج الى من يعينه ومنه هو كانه هو يعين نفسه والله يعين اللي معاه يراعي نفسياتهم بالضبط شلون اقول حق امي شلون اقول حق ابوي زين شلون يتقبل المريض يعني المرض شنو اللي خلاك تتقبل انت المرض ما شاء الله وتقوم بالسلامه ما شاء الله تتاقلم معاه طبعا والله يعني هناك في قصه يعني أو موقف حدث لي خليه حق الرواية واضطر حق شيء ثاني إذن الشيء الثاني إحنا لازم علينا نؤمن أن هاي البلاء امتحان من الله عز وجل والنفس تغلي في هاي الفترة بين الكثير من الأفكار الشيطان يلعب في الواحد فالمؤمن لما يؤمن أن هذا القضاء من الله عز وجل ابتلاء وامتحان وراح يكون رحمة وخير له ويؤمن يعني ويتيقن أن هذا من رب العالمين يؤمن بهذا القضاء والقدر وراح هذا الغليان راح يخف فلما يتقبل حق هذا الشيء راح يكون وايد أفضل من واحد يقعد يلتفت حق وساوس الشيطان في هذا الموضوع والواحد ما راح يقدر يواجه هذا المرض إلا
لما يستعين بالله عز وجل. نعم. الله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والنعم بالله. أخوي حمود، بس طبعا دور المجتمع جدا مهم. نعم. وفي الآونة الأخيرة المجتمع بدأ يلتفت حق يعني مرضى سواء سرطان أو غيرها من الأمراض، ويوقف وياهم يعني ويجري ويعقد فعاليات. نعم. متنوعة. طبعا مشاهدينا، انطلقت فعاليات الأسبوع الخليجي لدعم مرضى السرطان بعنوان 40% وقاية و40% شفاء، واللي نظمتها جمعية البحرين لمكافحة السرطان، وافتتحها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات، واللي تبين وتوضح توطيد العلاقة بين جميع فئات المجتمع في نشر الوعي الصحي. نشوف معكم التقرير ونرجع. مع انطلاق فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية ودعم مرضى السرطان اللي بدأ في الأول من شهر فبراير الجاري، أطلقت جمعية البحرين لمكافحة الأمراض السرطانية فعاليتها اللي حملت شعار 40% حماية 40% شفاء. هالفعالية اللي شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين وحضرها مختلف فئات المجتمع، افتتحها وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وأكد خلالها على أهمية دعم المصابين بهالمرض. الواقع الوزارة من الوزارات اللي تدعم هذه الجمعية وهذه الجهود المجتمعية والوطنية. أنا مسرور اليوم أن أنا أكون موجود بين في هذا النشاط وفي هذه الفعالية، وأبغي أنتهز هذه الفرصة إلى أقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي الصحي وخاصة بالنسبة إلى هذا المرض. وقام بعد عدد كبير من الفنانين بالمشاركة في رسم لوحات فنية متميزة، وخصصوا ريح اللوحات لدعم المصابين بالمرض. وايد حلو، وانا يوم قالوا لي ان في فعاليه كذي يعني شيء حلو، يعني نتشجعين، مو بس احنا نشجع، حتى نعطي امل حق المرضى ان احنا مهتمين بهالشيء. واتمنى يعني الكل يشارك، مو بس الفنانين والممثلين، الكل. هالحمله التضامنيه اللي قامت بها الجمعيه ياد لتوطيد العلاقه بين كل فئات المجتمع، وهدفت لنشر الوعي الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية. شفنا معاكم هاي الفعالية اللي تأكد أهمية وجود أو التعاون أو الشراكة المجتمعية بيننا وبين مرضى السرطان، الله يشافيهم وعافيهم وأهميتهم. نشكر لكم هذه الوقفة أستاذ حمود وأستاذ دلال، ألف شكر لكم. وكنا نتمنى أن احنا نطول معاكم أكثر عشان نتعمق في تخصصاتكم، لكن يا جماعة حمود قال لي كلمة تحت الهواء، قال لي إنه يوم كان في المستشفى كانت في لوحة مكتوب عليها إذا كنت مسلم يعني سنأتي لك بأحد المسلمين لتتحدث معك، إذا كنت بوذي بنجيب لك واحد من البوذيين يتكلمون معك، إذا كنت مسيحي نفس الشيء، إذا كنت نصراني نفس الشيء، إذا كنت يهودي نفس الشيء. فيعني سبحان الله، يعني العلاج جزء منه هو الإيمان بالله. نعم. فيعني إحنا نأكد على هذا الشيء. ثاني شيء، ثاني نقطة، أهمية العلاج التشكيلي هو حتى يقلل من النظرة الدونية اللي ماخذها المجتمع عن إنه والله هذه مريض وبيروح يتعالج نفسيا فهو سايكو أو هو مو صاحي أو هو متخلف أو من هذه المسميات اللي المجتمع البحريني ما شاء الله عليه يعني شاطر في تكرارها. العلاج النفسي هو يخفف منك، يخفف من الضغط، كلنا عندنا ضغط بدون استثناء، كلنا نحتاج هذا العلاج، مو بس مرضى سرطان. الله يشافيهم وعافيهم، تصبحون على خير ونشوفكم بكرة إن شاء الله.